حياكم الله. اليوم حابين نتعرف أكثر وأكثر عن سداد الدولي ونتعرف على تفاصيله. هالتفاصيل كلها راح تكون مع ضيفنا خلال هذا اليوم الأستاذ فهد الهنائي، نائب مدير عام لسداد. حياك الله معانا. الله يسلمك أخت شيماء، الله يسلمك، شرفت ضيفتك هذه. يعطيك العافية. في البداية نحن يعني دائما نسمع كلمة سداد وتمر علينا بكثير، يعني ايش هي سداد؟ حاول كذا تعطينا تفاصيل أكثر وتقربنا. تريديها بمختصر يعني الى مصطلح حالي انا، ولا تريديها بالاسم اللي ايش العام؟ رايك نبداها بالمختصر اللي تعرفه. المختصر اللي انا اعرفه هو سداد هي سد ثغره ما بين الداين والمدين. حلو. باختصار شركه سداد هذه شركه طبعا هي من مجموعه بهوان العالميه، وصار لها فتره طويله من الزمن، اكثر من 40 سنه خبره في مجال الكريدت والتمويل. طبيعة الحال احنا كنا مختصين في الجروب بهوان فقط، نعمل شركاته. الحين جاء الوقت ان احنا نشارك فكرتنا عملية تحصيل الديون لكل سوقنا من شركات اللي متواجدة، وهي تواجه ويتواجه مع الدعم الحكومي للشركات والاستثمار الأجنبي. محتاجين أن يكون عندنا سوق فيه مصداقية في عملية الدفع. فمن هنا جت فكرة سداد، بحيث أنها تكون مثل ما يقولوا دكتور لسوقنا في المجال الائتمان والقروض. جميل. أنا شذتني كلمة أن سد الثغرة، ترى هي سداد اسمها سداد فلازم تسد الثغرة. جميل. طيب يمكن السؤال اللي ممكن يعني ينتاب بعض المتابعين اللي يتابعونا حاليا، ايش الخدمات اللي ممكن توفرونها للشخص اللي حاب انه يكون في سداد؟ والله هي عدة خدمات، لكن الاساسي هي التحصيل للديون. مثل ما انت عارفة اليوم السوق ومعظم الشركات محتاجة انها تعطي كريدت، فاذا كان كريدت يعني لازم تسترجع المادة او المبلغ اللي هي حطته في السوق، فبدون استرداد هذا المبلغ راح يكون في عندهم عجز، راح يكون في مثل ما يقولوا ما راح تكمل الدائرة. اليوم سداد هنا تخلي الامور بحيث انها تكمل. نحاول نساعد معظم الزبائن اللي هم عندهم عجز يتواصلوا مع سداد، وعندنا طبعا احدث الامكانيات والطرق وخبرة في المجال، يعني الناس اللي يعملوا في هاي الشيء يعني صار لهم سنوات وملمين في هذا الشيء. جميل. انا لاحظت ان حابينكم توصلون لنقطة توصل بينكم وبين الأشخاص يعني بشكل عام. هي مش مسألة إن إحنا نكون وصلت أو حلقة وصل، مثل ما نكون إحنا حل يعني بين الطرفين، ما يكون بينهم النزاعات عمرها ما راح تكون حل ودي أو إنها تجيب وانت عاد تعرف النزاعات وين بتوصل بالنهاية. كثير كثير طبعا، ولا هي ترجع لك فلوسك. بالضبط. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، من المؤهل عشان يتلقى هذا الدعم؟ والله معظم الشركات اللي تستثمر هنا في عمان انت عارفة اللي تعطي الكريدت. اليوم اي مجال بدون كريدت ما راح يمشي عندك. فمعناته انت مضطر انك تعطي كريدت، سواء كان بيع معداتك او بيع مثلا اشياء، او انك انت تعطي البيو كريدت. فطبعا الشركات تعامل مادي بينهم. هل في التزام راح يكون بينهم؟ هنا يوقع مصداقية سداد، انها تكون في مصداقية ما بين، يعني ما ضروري يكون حتى يكون في دين بينك وبين شركة. ممكن سداد تكون فيها يعني كقائم قبل وقوع الدين، توقع مع سداد وتتكفل بجمع. نعم. ووضع عملية التحصيل واسترداد المبالغ لأي شركة كانت. نعم. طيب هذا الدعم على المستوى فقط المحلي ولا عادي يعني حتى على الوقت الحالي؟ والله احنا مثل ما يقولوا على الوقت المحلي، لما نغطي ان شاء الله احنا اسمها سداد الدولية لازم يكون. حلو. يعني ان شاء الله بإذن الله بإذن الله تعالى. طيب يمكن الحين اللي يسمعونا سداد وسداد بس حابين يوصلوا لكم، فكيف ممكن اليوم يوصل الشخص المتابع او اللي حاب فعلا انه يكون ضمن سداد؟ والله شوف يتواصل معانا، احنا سهل جدا التواصل معانا، يعني سداد الحين بدأت تنتشر في الاعلام والاماكن موجوده،
وما من كثر الشركات اللي عندنا في عمان يعني صرت تطلع على شركة تبحث عنها في جوجل تحصليها مباشرة. جميل. إيه كامل. في جوجل أو حتى في مواقع التواصل الاجتماعي. على السداد الدولية تطلع له طبعاً ويتواصل معنا. جميل. طيب أنت الحين ذكرت سداد وفكرة سداد وآلية الدعم لسداد، ولكن هل هناك أي دعم قانوني؟ تعرف المسائل القانونية أيضاً. نعم. مهمة اليوم. نعم. إحنا شوفي أخت شيماء، أساساً الشركة متكاملة. نبدأ أول شيء بالنظام اللي هو الكول سنتر. في أمور تنحل بنظام الاتصال السريع، في عندنا نظام متكامل للكول سنترز، في عندنا بعدها تيم متكامل اللي هو مختص في التحصيل، يتم التواصل مع الزباين. في حالة أنه فشلوا هذا الفريقين، في عندنا فريق اللي هو يعتبر مثل ما يقولوا ليجلز في القانون القانونية. أيوة. يتبع قانون مسار قانوني مع الزبون، وهي طبعا احنا ما نستحبها لان ما راح تجيب غير الاذى، ولكن بعض الاحيان احنا نضطر نعمل هالاشياء ايش اسمه، ولكن في نفس الوقت احنا نتفاوض مع الزباين. انا اعرف انه معظم الحالات اللي مرت علينا بالتفاوض انحلت اساسا. يعني لا ضرر ولا ضرار، بالكلام وبالطيب وكذا بتنحل الموضوع. انا اعتقد الحمد لله رب العالمين، يعني عندنا الشركات فيهم خير والناس تفهم هذه الاشياء، بس يمكن يكون بسبب تأزمات ماديه وهي انه قد لها مخارج واليات وان شاء الله تنحل. يعني احنا لما يقول لك ان لكل مشكله حل، اكيد ما في مشكله بلا حل. ما قال مر علينا مشكله في حياتنا ما حليناها وما لها حل اساسا. بس تقولي من اللي عنده الوقت والبارض والأساليب إنه يحل هاي المشكلة. بالضبط. سداد عندها هاي الإمكانيات كثيرة، اللي هي التفاوض مع الزبون، البحث عن الزبون، نحاول نوصل لحلول قدرية. نعرف إنه بعض الأحيان الملتقى القانوني إنه ما يجيب إلا تأزمات أكثر. لو اضطرينا نلقى له، عندنا مكتبين خاصين يشتغلوا لسداد فقط للزبائن سداد، يعني المحاماة متكامل. ولكن احنا نتامل دائما ان احنا نحل الودي مع الزبون، نحاول نوصل الطرف الثالث اللي هو الداين، نفس الشيء يتفهم اذا المدين رضى يتفهم. فهمت علي؟ ايوه فهمت علي. نحاول نوصل ما بينهم لحل للمشكله، وفي النهايه هاي حقوق ولازم تنضمن يعني. بالضبط بالضبط. طيب خلينا كذا ايضا نتكلم عن اجراءات التحصيل. إجراءات التحصيل، والله إحنا ما في عندنا شيء محدد بالضبط حال لشيء معين، لأنها تختلف من 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 تحصيل لتحصيل. عندنا في تحصيل طبعا مستمر، وهي طبعا نظام الكول سنتر يتكفل فيه، ومعظمه يعني 50% انه كول سنتر تنحل بعض المشاكل، بعدها يرجع لك للتيم اللي هو الفريق الثاني اللي هو متخصص الفيلد، اللي هو زيارة خاصة للزبون ومكان عمله أو العمل للشركة، يتم تبحث عن شو اسمه، هل فعلا إنه هذا الزبون يعني عنده مشاكل أو إنه يقتلق المشاكل، بحيث إنه بكرة نقدر نواجه الزبون وما يقدر يعني إلا يكون معانا، يعني لأن إحنا أساسا جينا عشان نساعده. بالضبط. أي نعم. بعدها إذا اضطرينا إن نلقى القانونية، نلقى للقانونية ما عندنا مشكلة، ولو إن ما محبين إن نلقى للقانونية. بصفة عامة إحنا معظم الناس تتقاوب عندنا لما نبدي نفتحها، هي مسألة تكون عندها متأزمة، لكن مع الحلول اللي نعطيها إياها راح تمشي عندها الأمور الحمد لله. فعلا مثل ما ذكرت في البداية، مسألة أن الحقوق راح ترجع لأصحابها في النهاية، هذه أهم نقطة توقع هي مهمة بالنسبة لسداد. ففعلا يمكن من خلال هذا الحديث اللي أجريناه الحين استفدنا كثير من المعلومات عن سداد، يمكن البعض كان يجهلها، ولكن اليوم أستاذ فهد يعني من خلالك قدرنا فعلا أن نفهم سداد ونفهم آلية أيضا التواصل مع سداد. إنزين طيب، السؤال أيضا اللي ممكن يعني ينتاب فضولي أنا شخصيا، إيش اللي يميز سداد عن باقي الشركات؟ والله إحنا نمتاز عن باقي الشركات، أولاً نتبع أساليب حديثة جداً ويعني وناس مؤهلين، مدراء مسؤولين عن عملية التحصيل، يعني متخصصين وصار لهم خبرة طويلة. إحنا نمتاز إن عندنا
أكثر من 17 فرع على مستوى عمان موجودين فيه. أكثر من 75 شخص من المحصلين للفيلد يعني اللي عارفين المنطقة في كل منطقة. يميزنا ان احنا نقدر نوصل للزبون باسرع وقت عندنا الامكانيه احنا نتفاهم مع الزبون ونتفاوض معاه وباسرع ما يمكن. عامل الوقت. عامل الوقت والطريقه والاسلوب وسرعه حل المشكله بالنفس. نعم. جميل. نعم. انزين طيب ما اعرف اذا حاب تذكر قصه مرت عليكم ولا. والله اذا كان القصص كثير عندنا قصص فيه يوميه يعني لكن احنا ما نحاول نطلع القصص هاي ليش لانها مثل ما انت شايف انها مؤثره كثيره للناس بسبب الضغط المادي واللي مروا عليه فنحاول نكون معاهم يعني الطف ما يمكن يعني وافضل ما يمكن. جميل. نعم. طيب جميل. طيب اذا من خلال هذا كله تعرفنا على آلية سداد، ايش اللي يميز اليوم سداد عن بقيه الشركات؟ مثل ما ذكرت عامل الوقت مهم للامان، انك انت اليوم تريد مشكلتك تنحل في هذه اللحظه، ما اريدها تطول، اريد ارتاح نفسيا، فتوقع هذا اللي اليوم يميز سداد. شكرا لك الاستاذ فهد الهنائي نائب مدير عام لسداد. شكرا لك. يسلمك ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا. اذن احبتنا من هذا اللقاء اللي يختص بسداد، اذا حابين فعلا انكم تتابعونا راح تشوفونا على اليوتيوب وايضا مواقع التواصل الاجتماعي لدى الشبيبه.